الشرطه وتقبض عليهم، لان هذا خارج على ما بيعبرش عن رايي. الامر الثاني رفع هذه اللافتات. أنا اتوقف مع حضرتك في الجزء الاول، هو مش الممارسات دي لسه مستمره حتى في الترم الثاني؟ يعني كان في كلام ان في تشويه للحوائط والجدران وكتابه شعارات مسيئه وما الى ذلك، يعني اليس هذا بتخريب؟ انا قلت انه هذا موجود، لكن قلت مش موجود بالنسبه التي كانت موجوده في الترم الاول. يعني فانا بقول الجامعه تسير في اتجاه، لكن يبقى الملمح موجود، ممكن يكون اقل حده. نعم صحيح. انا قلت الجامعه من يخرج على النظام، من يخرج على القانون لابد ان يعاقب، وهذا يبقى هو هذا الطالب هو اللي جنى على نفسه وجنى على أهله، هو اللي عرض نفسه لهذه المسؤولية. الجامعة تسير في اتجاه آخر مع طلاب يكاد يغرر بهم، هم مش منتمين وما بيعملوش هذه الأمور، لكن هؤلاء المجرمون من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان يحاولون أن يستقطبوا هؤلاء الطلاب. فالجامعة تحاور من يريد الحوار، والجامعة تعاقب من يخرج على القانون. المنطق والقانون بيقول انه اي حد يرفع لافتات من هذا القبيل ضد الجيش او ضد الشرطة او ضد الوضع القائم في البلاد، هذا لابد ان يعاقب، لانه هذا تخريب فكري بغض النظر عن التخريب المادي. فالناس تنظر للتخريب انه تخريب مادي فقط لمنشآت الجامعة او للتعرض للموظفين او للطلاب، لكن ما هو اخطر من هذا، هو التخريب الفكري، لانه في طلاب منتمين كما قلت ايديولوجيا وماديا بهذه الجامعة. بل دعنا أقول برضو في قلة قليلة جدا من الأساتذة بتنتمي إلى هذه الأيديولوجيات ولا هذه المصالح وبتحرك هؤلاء الطلاب، والجامعة الآن لا تألو جهدا في معاقبة كل من يخرج على القانون أو كل من يحاول أن يسيء إلى الجامعة أو أن يسيء إلى الدولة، لأننا نحن نريد في هذا الوقت نريد استقرار للجامعات، نريد استقرار العمليات التعليمية، لأنه هذا بلا شك يعود على المجتمع وعلى البلد بالفائدة. هل في ناس اتقبض عليها بالفعل يا دكتور وكان في عقوبات رادعة بحقهم، ولا بيكون لازم يكونوا في حالة تلبس، أو يعني هل مطلوب لو هنتكلم عن آليات أن يكون مثلا في كاميرات إضافية غير الكاميرات المعهودة اللي موجودة في الجامعة سواء في المحيط أو في داخل الحرم؟ حضرتك عارفة الإمكانيات محدودة، لكن في ناس تحديات اكبر دلوقتي. نعم. يعني نعم. والموضوع ممكن يعني يؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها. احنا بنتكلم دلوقتي في يعني خطر كبير، ممكن تكون هيبه المؤسسات التعليميه وبالتالي هيبه الدوله هتكون. نعم. هتكون في خطر. فالمطلوب حتى لو في تكلفه ماديه، الثمار الايجابيه اللي هتجنى تفوق هذه التكلفه. وانا قلت لحضرتك منذ قليل انه الزمن اسرع من ملاحقه هذه الأمور في الفترة الأخيرة، لكن في الأمن بتاع الجامعة، في الموظفين، كل طالب يحاول يحدث تخريب أو كان بيشارك أو كان بيحرض بيقبضوا عليه وبيجيبوا الشرطة تأخذه، لأنه هذا يحدث كما قلت. لكن دعيني أعود للنقطة الأساسية، لأن هذه تستوجب من المجتمع ككل أن نعالجها في الفترة القادمة، وهو التخريب الفكري. يعني التخريب المادي يمكن حصره، إنما التسرب الوساوس الفكرية في قلب المجتمع وفي قلب الطلاب، وإنه إحنا عاوزين الشريعة وعاوزين كذا وعاوزين كذا وعاوزين كذا، والهتافات السيئة ضد فضيلة الإمام الأكبر وضد رئيس الجامعة، كل هذا والذي يحتاج إلى علاج رادع، لأنه هذا جرم فكري كما أن هناك جرم مادي تماما. طيب العلاج الرادع ده يا دكتور محمد، جامعة الأزهر لازم تمثل جزء كبير قوي منه، يعني الأزهر ده هو الوسطي اللي احنا كلنا بنحتمي بيه وبأراءه الدينية، يعني لما تكون هو أيضا يعاني في جامعته من مثل هذه التصرفات الفكرية، يبقى في مشكلة؟ يعني لا ننكر انه في مشكلة، انا لابد نكون موضوعين، في مشكلة طبعا. تمام. وانا قلت من شوية انه في مناهج تحتاج لتغيير، مناهج داخل جامعة الأزهر. نعم، في امور كثيرة تحتاج الى تغيير، تحتاج الى تغيير الفكر السياسي عند الطلاب، تحتاج الى تفكير المعتدل. لكن برضه لابد ان نركز على نقطة، انه هؤلاء في جامعة الأزهر قلة بالنسبة للطلبة المعتدلين، بالنسبة للطلبة اللي فاهمين الشريعة وفاهمين التسامح وفاهمين الوسطية وفاهمين روح الشريعة وعارفين كيف نتفاعل في المجتمع وكيف نعيش، هؤلاء قلة كما قلت. قلة لكن في حيثية لبعضهم، يعني حضرتك زي ما ذكرت قلت ان في قيادات او ممكن في ناس في سلك الجامعة نفسهم منتمين للإخوان. نعم. وممكن يكونوا بيسهلوا دخولهم او يسهلوا حيازتهم على أسلحة او على اشياء غير مرخص بها. تمام. بالتأكيد هم معروفين بالاسم، لا يوجد آلية
مش هقول القبض عليهم طالما ما ثبتش ان هم بيعملوا حاجه، لكن على الاقل محاصرتهم. الجامعه تفعل هذا بالضبط وتفصل هؤلاء المنحرفين، وكل من يثبت تحريضه للطلاب او يتكلم في المحاضره ويصل الى علم الجامعه والمسؤولين على طول بيحول الى مجلس تاديب في الجامعه تتخذ معه اللازمه. لكن انا بس عايز اطمن ان هذا السؤال يعني واجه به من كل اصناف المجتمع. اذا كان هؤلاء طلاب الازهر وحمله الشريعه والدين وخارجين بهذا، يعني كيف يثق الناس في فتاويهم فيما بعد؟ وكيف يصف يعني يثق الناس في قدراتهم العلميه فيما بعد؟ اللي انا عايز اطمن الناس فيه ان هؤلاء بالنسبه للطلبه المعتدلين والطلبه الوسطيين والفاهمين للشريعه، هؤلاء قله كما قلت. من يثبت إجرامه واعتداؤه فكريا أو على منشآت الجامعة هو يعاقب بالقانون، ومن لم يثبت ويحاول أن يستقطب من قبل هؤلاء المجرمين فإننا نحاول أن نحاور. أنا مثلا في الترم الماضي كنت أدرس، فقام كثير من الطلاب يجي 20 في مدرج فيه حوالي 3000 طالب يحدثون الشغب، فبدأت اتسع صدري للحوار. دول كانوا مضحوك عليهم من الآخرين لما استمعوا للعقل واستمعوا. أنت جاي وظيفتك في الجامعة أن تدرس، لكن ما فيش معنى أن تمارس العمل السياسي في نطاق من الحرية، في نطاق من إبداء الرأي، لكن ليس في نطاق من السب والقذف وحمل الشعارات العدائية وحمل الفكر الخارجي الذي وفد علينا من الخارج لمصالح لبعض الدول ومصالح لبعض الجامعات ومصالح للتنظيم الدولي للإخوان أن يتسرب إلى الجامعة. فأنا بس أريد أن أطمئن السادة المشاهدين بأن أبناء الأزهر في الجملة بخير، وأن أبناء الأزهر يفهمون الشريعة الإسلامية ويفهمون روحها. ولا شك أن في كل نظام وفي كل مؤسسة تجد قلة شاذة منحرفة تخرج عن النظام العام. طيب بس يعني لما نيجي نتكلم عن مواجهة هذا الفكر اللي بيؤدي في الآخر إلى التطرف والإرهاب، مواجهته أمنيا وفقط ما تنفعش، لازم يكون الحل أشمل من ذلك بكثير. تدخل في جامعة الأزهر والأزهر يعني الشريف وغير الأزهر من مؤسسات أخرى في الدولة، لأنه المواجهات الأمنية وحدها لن تؤدي إلى يعني أنه هذا الفكر يختفي. نعمل إيه بقى كدولة يا دكتور محمد، مش بس جامعة الأزهر؟ أنا عندي قاعدة يعرفها كل مثقف في مصر، الفكر لا يواجه في النهاية إلا بالفكر. يعني كما تفضلت المواجهة الأمنية، طب فين الفكر المقابل بقى؟ المواجهة الأمنية لا تكفي. كما قلت الجامعة تسير في اتجاهين، وعلى رأس الجامعة المشيخة، تسير في اتجاه الحوار، تسير في اتجاه التثقيف، تسير في اتجاه تغيير بعض الأفكار عن طريق تجديد المناهج، مواكبة العصر الذي نعيش فيه. ده هو لمقابلة الفكر بالفكر. فنحن في الجامعة كأساتذة بنفكر في لابد أنه يأتي سياسيين من الناس الفاهمين يبتدوا يفهموا البعد السياسي عند الطلاب، أنه البعد السياسي مش أن أنت تمشي وراء جماعة فالجماعة تقول لك يمين يمين شمال شمال، لا، في بعد سياسي. كيف نتحاور؟ يعني ثقافة الحوار للأسف الشديد هي مفقودة عند كثير من مش من الطلبة بس، عند كثير من المثقفين في المجتمع. لكن أنا يا دكتور بستغرب من المستقطبين، يعني يمكن بنلتمس العذر لل يعني تعملهم غسيل مخ، يعني لمنتمين بالفعل للتنظيم، لأن في النهاية هي خلاصة سنوات من غرس مبادئ معينة خاطئة في نفوسهم. لكن بالنسبة للمستقطبين، يعني إيه المدخل اللي دخل بيه المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي وخلاهم يقدروا في النهاية إن هم يغيروا من فكرهم ويخليهم ينساقوا وراء؟ المدخل من جانبين، الجانب المادي بالدرجة الأولى والجانب العاطفي من الدرجة الثانية. الجانب المادي بالدرجة الأولى بياخدوا بعض الطلاب الفقراء كتب، مساكن، أكل، فلوس، كذا كذا إلى آخره. المدخل العاطفي زملائك في السجن، الإسلام زملائك في خطر، قتلوا، الإسلام في خطر، الشريعة مهددة، الدولة العسكرية جاية تقضي على الشريعة، وكأنهم يظنون أن هؤلاء يعني ليسوا مسلمين وليسوا محافظين على دينهم. وأنا والله أشهد الله ليس من باب النفاق أني في الجيش المصري ناس هم أكثر إيمانا منا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا، لكن كما قلت الفكر المادي والفكر العاطفي، وكما تفضلت
والفكر الشارع الإسلامي. زائد أن طالب الأزهر هو مرتبط بدراسة الشريعة أكثر من غيره، فهو بيشعر أنه هو بيدرس الشريعة وهو الحريص عليها وهو الداعية ليها وهو الأمين عليها، وبالتالي الآخرون يغررون به بأن الشريعة في ضياع. طيب وبأن ما في شك أن الحل الأمني لا يكفي، نعم، زي ما شادي أفاد. لكن في نفس الوقت لو هنتكلم في يوم زي بكرة 19 مارس ودعاوى تنظيم الإخوان للتظاهر، من المهم ان يكون في يعني تعاطي امني استباقي في حال حدث شيء، ما يكونش في انتظار ان يتم استدعائهم من قبل رئيس الجامعه على سبيل المثال حصلت. هل في اجراءات؟ اي نعم، اعتقد ان الجامعه كلفت الامن ان يحرس المباني داخل الجامعه غدا وان يؤمن الجامعه غدا. لكن برضو نعود للنقطه الاساسيه وهي انه الحل الامني لا يكفي، لكن لابد من فتح قنوات للحوار مع الطلاب، لابد من مواجهة هذا الفكر بالفكر، لابد من دراسات أخرى تدرس نفسية من علماء النفس، من علماء الاجتماع، من السياسيين، لابد كما قال أستاذ شادي أن يتكاتف المجتمع كله في محاربة هذه الظاهرة سواء في جامعة الأزهر أم في خارج جامعة الأزهر. ففضيلة الإمام الحقيقة لا يألو جهدا في أنه يزرع في الأساتذة الحوار وفتح الباب للطلاب ويستقبل الشكاوى، وأي طالب عنده مشكلة الجامعة ومكتب مشيخة الأزهر مفتوح لهؤلاء. نشكرك دكتور محمد سالم الأستاذ بجامعة الأزهر، ونتمنى الخير للجامعة ولمصر كلها. شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا. طيب، قانون الانتخابات واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، هو ده هيكون حوارنا الثاني لهذه الحلقة. خطوة عملية تنبئ بانطلاق قطار الانتخابات الرئاسية في مصر لتنفيذ أهم استحقاقات خريطة الطريق التي رسمتها وحددتها ثورة 30 من يونيو. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارها الأول بإصدار اللائحة المنفذة لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية. اللائحة تتكون من 55 مادة شاملة تفاصيل الإجراءات والمراسم المنظمة لعمل اللجنة وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد تفصيلي للعملية الانتخابية كلها، بدءا بإجراءات الترشح وانتهاءا بإعلان النتيجة وتحديد اسم الفائز بالرئاسة. وتنص اللائحة أيضا على أن اللجنة العليا في حال انعقاد دائم خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارج مقرها الرئيسي بالقاهرة عند الضرورة. وأوضحت اللائحة أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لن يقل عن 10 أيام ولن يزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح باب الترشح. وجاءت اللائحة بحل جديد لمشكلة تصويت الوافدين المقيمين في غير موطنهم الانتخابي بالاشتراط عليهم التسجيل المسبق بقسم الشرطة أو المركز التابع له محل وجودهم، بحيث يتم حذفهم من مواطنهم الأصلية بقاعدة بيانات الناخبين بشكل مؤقت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية. ونصت اللائحة على أن مداولة اللجنة سرية بينما قراراتها علنية وتنشر بالجريدة الرسمية، وعلى أن اللجنة تختص بالفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بعملية الانتخاب، وهو ما اصطلح على تسميته تحصين قرارات اللجنة من الطعن أمام المحاكم. كما أجازت اللائحة للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط على ألا يتجاوز مقدار التبرع الواحد 2% من الحد الأقصى المقرر سقفا للإنفاق في العملية الانتخابية، وهو 20 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين قبل الإعادة. وفي هذا الإطار ألزمت اللجنة المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها مع عدم جواز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. كما سمحت اللائحة لممثل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لها بحضور ومتابعة فرز الأصوات باللجنة الفرعية بما لا يعوق عمل اللجنة الفرعية.
وألا يتجاوز عدد كل فريق منهم 3 أشخاص، وعلى أن يقوم رئيس اللجنة بتسليم نتيجة الفرز إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها. وشددت اللائحة على أن المختص دون غيره بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية هو اللجنة العليا فقط، وذلك خلال 5 أيام من وصول جميع محاضر اللجان العامة بالمحافظات، على أن تنشر النتيجة في الجريدة الرسمية مع إخطار المرشح الفائز برئاسة الجمهورية.